عدنا لكم مشاهدينا مرة أخرى على شاشة إكسترا نيوز، وما زال معي زميلي وصديقي يوسف الحسيني. يوسف، مشهد امبارح طبعا اتكلمنا فيه كتير، لكن عايزين نتكلم فيه أكتر. يعني اللي حصل امبارح من مظاهرة حب كبيرة جدا كانت موجودة عند المنصة، فيها الفنانين وفيها المصريين بأشكالهم المختلفة وبشتى أنواعهم، بيأيدوا الدولة، بيأيدوا النظام، بيأيدوا أن مقاومات الدولة ما يحصل لهاش حاجة. تفتكر كل ده كان واقعه إيه على كل هذه القنوات اللي بتبث الأكاذيب؟ حالة هستيريا يعني. وانت قاعد عمال بتتابع، سواء اذا كانت الشباب اللي مكملين ولا الجزيرة، حالة هستيريا في العرض. يعني بتلاقي المذيعين يعني عندهم هستيريا وبيبرقوا وبيعرقوا وبيتشددوا وبيزعقوا. وبيبرقوا على طول، مبرقين على طول. وفي نفس الوقت زي ما كنا بنتكلم من الله من اليوم الاول اللي اتشرفت فيه بان انا كنت ضيفك، فانه في النهاية خالص كمان حالة التلفظ المستمرة، وبعدين اللجوء إلى أي شيء في الدنيا بعيد عن الموضوع. يعني يلا بينا نشتم فلان ونشتم علان ونشتم النظام ونشتم القائمين على النظام ونشتم الضيوف ونشتم المذيعين ونشتم الصحاف، احنا هنشتم كل الناس. يا سيدي انت مشغول بالشتيمة ليه؟ عشان ما عندهمش غير. قول اللي عندك. انت بتقول ان مصر فيها كذا وكذا وكذا وكذا، تعرف تعرض لي كذا وكذا وكذا؟ الانهيار الاقتصادي الذي حدث منذ ان تولى السيسي رئاسة البلاد. بس الحقيقة العالم ما بيقولش كده. سيبك من مصر، زي ما كنا بنقول من اللحظة نقول العالم بيقول العكس تماما، بيقول انه مؤشرات الاقتصاد، مؤشرات الاقتصاد في مصر كلها في الطالع. يجوا يشوفوا اللي بيحصل في تركيا، شيء عظيم، النهضة العظيمة. بس برضو العالم ما بيقولش كده. هو العالم برضو هو اللي بيقول، مش مصر اللي بتقول، ان المؤشرات الاقتصادية بتاعة تركيا للأسف الشديد في النازل. القمع الذي يحدث في مصر، مصر الحقيقة كانت عارفة ان حضرتك عايز تعمل مظاهرات يوم 27، مش مظاهرات، ده مظاهرات لقلب نظام الحكم. ما قفلتش ولا تويتر ولا فيسبوك ولا لغت حاجة ولا محتاجة، بل يكاد يكون العكس. ده في بعض المواقع اللي كانت محجوبة لأنها مفتوحة تاني. اللي هو من الآخر كده، يا جماعة أنا فيش على راسي البطحة، أنتوا بتقولوا أصل في مواقع كانت محجوبة، طب أهي يلا اللي عنده حاجة يورينا عنده إيه. طيب لكن تاني بالتبعية، يرجع على أول ما رجب طيب إردوغان يحس بأي شكل من أشكال الخطورة فيروح قافل مواقع التواصل الاجتماعي ويعمل حملة اعتقالات واسعة بالآلاف. مش ألف ولا ألفين ولا ثلاثة، إحنا بنتكلم في اعتقالات. لا، وده بيحصل كل أسبوعين ثلاثة، يعني مش كل سنة. حلو. يعني من ساعة الانقلاب الفاشل أو المزعوم أو المزيف اللي عندهم ده، يعني هم بقوا كام، 400 ألف دلوقتي لغاية دلوقتي وارد جدا ومعتقلين. وبعدين عندك في نفس الوقت تيجي يقول لك إيه، والقمع الذي يمارس ضد الأحزاب والعمل السياسي في مصر، فلاقي رجب طيب إردوغان طلع يتكلم بعلو الصوت لأن إحنا عاوزين نتخلص من حزب الشعب الجمهوري المعارض. نتخلص. وبعدين ألاقيه بياخد إجراءات لحبس واحدة من أقطاب هذا الحزب. وبعدين ألاقي إنه زي ما كنا بنتكلم على أكرم أوجلو في النهاية مصيره إيه؟ مصيره السجن إلى آخره. طيب ما تتكلم عن اللي بيحصل عندك، مش بقولك انصرف عني. انت عاوز تعمل المقارنة السليمة، تعالى نحط الحاجات قدام بعضها، اقتصاد قدام اقتصاد، تواصل اجتماعي قدام تواصل اجتماعي، حركة حزبية قدام حركة حزبية، وهكذا. في الاخر خالص الاقي انه انت مش عارف تعمل كل ده، فانت منصرف فقط للسب واللعن والشتم وحالة الهستيريا. انا الكسبان. خليك في الهستيريا. يعني لو اتكلم عن اللي بيحصل عندهم في تركيا، القنوات دي هتقفل تاني يوم طبعا. تقفل يعني تقفل، مفيش كلام. ده تقفل ويتسجنوا على الاقل، بتسريب زي تسريب محمد ناصر يهوى بيتكلم على هم ياخدوا 30 مليون دولار واحنا وبيتكلموا عن السجون المصريه. ما ادراك ما السجون التركيه بقى، ده بيتعمل عليها افلام سينما. ده ما ادرانا بالتاريخ القمعي لتركيا في اي دوله دخلوه، سواء اذا كان عندهم وهم بيدرسوا الدين الاسلامي بالعافيه حتى للمسيحيين اللي هم كلهم على بعض 1% بس من اجمالي الشعب التركي، علشان لو انت ما نجحتش في الامتحان او مش لو ما نجحتش، او مش ماده نجاح وسقوط، ده مجموع. فتخيل انه غصب عنك هدرس لك تاريخ، هدرس لك دين اسلامي، ده في حد ذاته قمع. احنا هنقتل الاكراد، فيقتل 80 ألف كردي لحد دلوقتي بدعوى محاربة حزب العمال الكردستاني. وهل كل الأكراد حزب العمال الكردستاني؟ طب ولو أنا افترضت أن كل الأكراد حزب العمال الكردستاني، يبقى أنت اللي عندك المشكلة بقى. بالزبط. ما بقاش حزب العمال هو اللي عنده أزمة، بقيت أنت اللي عندك أزمة، لأنه ده أصبح هو الحزب المعبر عن
الخيال السياسي او الاستقلال الكردي لو حبيت ان انت تسميه بهذا الشكل. هو مش بيحارب بس اكراد تركيا، ده دخل على العراق وسوريا واكراد وسوريا. العراق وسوريا طبعا. هو لولا القلق بس كان دخل على مناطق الاكراد اللي في روسيا، بس طبعا دي يطير فيها رقبته يعني، لانه دي سيادة روسية على سبيل المثال، وهكذا. هو لولا القلق ولولا ان هو محتاج ايران كان حاول يخش على المناطق الكردية الإيرانية، بس طبعا ساعتها إيران هتروح مطيرة رقبته، لأنه مش قد إيران لا من قريب ولا من بعيد، يخلصوه في 48 ساعة وهكذا. فأنت مشغول بي أنا وبتستعديني، مع أنه في النهاية اللي عندك في تركيا هو المصيبة. بس ده طبيعي. ليه؟ هو اللي عنده داخل مهترئ على المستوى السياسي، هو اللي عنده اقتصاد للأسف الشديد عمال بيقع، وهو اللي عنده معارضة عاملة له رعب حقيقي، لأنه هو اللي فاسد، هو اللي قمعي. طيب، فلازم يدور الدفة فورا، اختلاق حرب مع أي حد. ويا سلام سلم لما يبقى الحد ده هو طامع فيه، يعني هو طامع في انه يبقى ليه زراعة حيوية جوه مصر ممثلة في نظام موالي او صنعته، هو طامع في الثروات الليبية وطبعا عاوز زراعة حيوية جوه ليبيا، فيبقى يا سلام لما يبقى في عنده بقى لقدر الله مصر لقدر الله ليبيا، وعنده كمان تونس عن طريق حركة النهضة والحركات الإسلامية اللي موجودة هناك، فما بقاش في عنده بقى ايه سيطرة على منطقة شرق المتوسط. ده خلاص هو خد شرق المتوسط، ويبدأ يشتغل على مناكفة غرب المتوسط كمان، أو غرب تونس لو صح التعبير باعتبارها الخط الفاصل ما بين الشرق والغرب في هذا الحوض. وكمان أخد البترول الليبي، وكمان أخد الهب أو المركز المصري لتوزيع الطاقة أو الغاز، وكمان يبقى عندي نظام صناعتي هو اللي مسيطر لي على قناة السويس بالظبط. وده اللي كان بيحاول يعمله محمد مرسي، اعلن نفسي خليفة للمسلمين عشان كده هتكون اكتملت أركان الدولة العثمانية من وجهة نظره. قناة الشرق، قناة الشرق لسه عايشين الناس دي. نزلت فريق بكاميرا كده عند باب الشعرية وقالوا للناس احنا قناة الشرق، نشوف الناس متخيل الناس هترفعهم على الأعناق يعني. ما احنا هنشوف بقى الناس قالت ايه، يمكن طيب. هنشوف. بكلمك من قناة الشرق. اهلا وسهلا بتاعت ايمن نور، وعايزين بس ان نرصد اكل، ان انا ما بحترمش الراجل ده. تقولي قناة الشرق ما احترمش واحد يسكن في بلدي، ده ما بيحترمش بلده، يبقى انا ازاي احترمه واحترم القناة بتاعته؟ ده الراجل كان نصاب ومزور وحرامي. ايمن نور معروف عندنا باب الشعرية، معروف كويس قوي، الناس الكبيرة تعرفه يعني. احنا انتخبناه؟ لا احنا ما انتخبناهوش، هو عمل فيلم فنجان الحسنية ضرب النار عليه وبتاعه مش عارف ايه، فريق شوقي عشان الناس تتعاطف معاه، لكن هو في الاصل احنا ما كناش عايزينه، ده نزل علينا بالباراشوت كده. شويه نسوان كلمهم حوالين منه، وشويه بتاع بيعملوا له فيلم حوالين منه، وماشي ورايح وجاي. طب ما هي مراته مره نزلت في باب البحر عشان تتخب، بعد هو مساجة ضربوها بالشباشب هناك، ويقول لك انا بساعد. بتساعد مين؟ المعونات اللي بيجي له من بره دي كان بيساعد مين اصلا؟ كان بيساعد الفقراء. اني فقراء؟ اني يا عمي اني فقراء؟ اني فين الفقراء دي؟ ما احنا من ضمن الفقراء. ايمن نور ده اللي هو كان نائب باب الشعريه. لا ايمن نور ده حرامي، سرق باب الشعريه، ما عملش اي حاجه. عمل ايه؟ عمل القاعه اللي خدها من اداره الحكومه، عمل ايه تاني؟ خد افراح انجازات ايه؟ عم بياخدوا فلوس تبع الحكومه. ايه تبعه؟ تبع الحي. طيب قول لنا اي انجازات كانت اتعملت. اخيل للبلد وطلع بيمشي قاعد في البلد بيعمل ايه بره؟ بيعمل في اليابان، في لبنان وتركيا ايه؟ ولا ده مصر يقعد في مصر؟ كله للبلد يا كلب من الكلاب. طب حضرتك احنا ممكن نمنتج كل الكلام اللي حضرتك ده قلته ونجيب اي حاجه كويسه حضرتك هتقولها. لا يا باشا مفيش اي حاجه، توكل على الله. الله يرحمه. قناه الشرق اللي هي الاخوانيه. لا اللي هي قناه الشرق المملوكه لرجل الاعمال. بتاعت ايمن نور. ايوه يا فندم. لا انا ارفض ان اتكلم معاك بصراحه. ليه يا فندم؟ احنا جايين ناخد راي حضرتك. لا انا ما عنديش كلام، انا حتى اكلمهم بالنسبه للقناه ديت بالذات. ليه يا فندم؟ احنا عايزين راي حضرتك عادي. انا انسان معترض عليها، انا حر في رايي. حقيقي انا ما سمعتش اي انجازات ليه هنا. انا كل اللي اسمعه ان في مجمع جنبينا بتاع ايمن نور ده اتقلب صاله افراح، بس مكتوب عليه اسم. ايه هي الانجازات بتاعته؟
طب يعني اي حاجه طيب كويسه عشان هنعرض، اصل القناه مملوكه لرجل اعمال ايمن، فحضرتك قول لنا اي حاجه عشان نعرضها. يعني اقول لك كل المساوئ اللي بيقولها على القناه بتاعته بالنسبه لمصر. وايه المساوئ حضرتك؟ شتيمه، وكل يوم يقطع في مصر ويقطع في البلد ويقطع في الناس. يعني هو اللي صح والبلد برمتها كلها هي اللي غلط؟ يعني مفيش اي كلمه حلوه ممكن نزعلها؟ على ايه؟ هو انا هجمل حد؟ هو وحش وهجمله واخليه حلو. جايين نرصد بس اراء اهل المنطقه في الخدمات اللي هو كان بيقدمها للمنطقه. خدمات ايه اللي هو كان بيقدمها؟ خدمات زي ايه الخدمات دي؟ شحت على المنطقه من امريكا، ايمن نور ده، هو جميله مراته والعصابه، ده كانوا عصابه يا عم. هو ده بحب بالظبط تبع قناه الشرق، تبع ايمن نور يعني. يعني احنا جايين بس بنرصد راي الناس يعني. ما الناس كلها هتقول لك كده، هتقول لك ده كانوا حراميه. الناس دي كانت عصابه يعني. هو ما كانش حرامي يا فندم، هو كان بيقدم خدمات للمنطقه هنا. ماش منه والله خدمات. قناه الشرق. الشرق. جاوب قناه الشرق. هو ما عملش حاجه في الدايره يا امام. خالص. اي حاجه. ولا اي حاجه. عملش حاجه، واحد بيشتم في البلد. بيشتم في الجيش وبيشتم في الشرطه وبيشتم. اقول لك يعني. لكن ما عملش هنا حاجه الباب الشعري. وبعدين اي واحد، ما تزعلش مني، اي واحد بيشتم في الجيش ده مش بني ادم، لان انا في الجيش واخويا في الجيش واخويا دخل الجيش. الجيش ده هو الشعب المصري، هو الشعب المصري، هو جيش، مش ايمن نور ولا بتاع. لكن ايمن نور يشتم يعمل ده مش بني ادم. احنا عشان نعرض التقرير على القناه، حضرتك عارف ان انا مملوكه لايمن نور، فعايزين حضرتك تقول لنا اي حاجه من انجازاته. ما انا ما بقولش غير ان فين الانجازات اللي عملها. طيب ما هو ما فيش انجازات هنا غير القاعه اللي عاملها وملهاش اي لازمه. طب اي حاجه كويسه تسمعها عنه؟ ما اسمع، هنا ما عملش حاجه، هنا ما عملش ايمن نون، ما عملش حاجه باب الشعريه. منك لله، حسب الله ونعم الوكيل فيك. واصلا انت ضد البلد في كل شيء، واحنا عارفين الاجنده بتاعتك، اجنده سودة يعني، وانت عايش بره على قفا تركيا وتاخد فلوس من هنا وتاخد عمولات من هنا، وانت واعوانك انت وغيرك يعني، سواء قنوات الشرق او كل القنوات اللي هي المعادية للبلد، معروف ان كل اللي بيشتغل فيها ناس عملاء. والله اهلي باب الشعريه كده يعني، وعي تام، فطري سليم، محدش بيقول لهم حاجه. الفريق نزل كاميرا خفيه قال احنا قناه الشرق، وايه رايكم في ايمن نور؟ وكانت هي دي الاجابات. ده مقلب من المقالب الحلوه طبعا، لان هو كان بيترشح عندهم يعني. طبعا ما نقول لك ده كده بيضاف الى سلسله المقالب اللي اتعملت للاسف الشديد او لحسن الحظ جدا في الجماعه بقى بتوع الشرق ومكملين الى اخره يعني، زي المقلب اللي عمله عمرو اديب، زي المقلب اللي عمله الجماعه اليوم السابع يضربوه ولا حاجه. انا توقعت انه هيحصل حاجه زي كده، والحمد لله والشكر لله انه ده تعامل المصريين حتى في اطار ان هو رافضك ومش عايزك يعني. لو قناه الشرق، فرح الراجل قال له خلاص يلا يا عم بقى اتكل من هنا، وزقه كده بايده زقه خفيفه ما فيهاش اذى. وفي راجل تاني اللي كان قاعد في الكشك ده ولا في المحل، فقال له يا عم مش عايز اتكلم معاكم. يا عم ما بحبكوش، ده راجل ما بحبش الاخوان يا سيدي، مش عايز، انا رافضكم. وفي واحد تاني قال له ايمن نور، وبعدين قعد يعدد. فانت هنا بتتكلم واحد على تعامل محترم من الناس، اتنين على انه اللعب بتاعت الكاميرا الخفية كانت لعبة ظريفة لطيفة علشان تشوف رأي الناس ايه او انطباعاتهم ايه عن هذا الخطاب الاعلامي، او حتى مؤسس القناة او مالكها، وكانش هو المؤسس يعني، هو اشتراه او مالكها ورئيس مجلس ادارتها. في النهاية ايه تاني اللي ممكن يتقال يعني؟ رب صورة تغني عن الف 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 كلمة. مش فاضل حاجة تانية ممكن تتقال. الحقيقة أن وراء الناس باب الشعرية ما خلصتش، لسه موجودة معانا، رأيهم في مالك القناة أيمن نور نسمعه دلوقتي. الراجل ده طبعا مش يعني ساعة ما دخل الدايرة أو ساعة ما ظهر هو مش كويس يعني، تحس أنه يعني بني آدم، تحس أنه أصلا برشامجي بتاع برشام بجد والله ما بهزرش، على طول تحس ان هو ايه واقف مسطول، يقعد بيتكلم بعدين بيلم السياح حواليه كل بتوع المنطقه، وابتدى يصرف عليهم فلوس بالعبيط. انا اعرفه من زمان، من ايام ما كان شغال في الوفد، ايام ما كان بيسموه العصفوره. اعرفه لما كان هنا بقى ورشح نفسه ونزل وبتاع، كان بيلف علينا يسلم علينا كده في الطاير، خد بالك، بيوريك ان هو ايه راجل غلبان، لكن هو مش غلبان، ده تعبان، يعتبر تعبان. بعدين الانسان اللي يشتم وطنه ما يبقاش من الوطن. نعرفه من اول ما نزل باب الشعيريه،
ومن اول ما نجي الانتخابات هو وتعرفنا عليه وكان على اساس انه راجل عايز يخدم وعايز يعمل والكلام ده كله. وللاسف الشديد اول ما نزل الانتخابات عمل تمثيليه حلوه قوي تمثيليه حامضه وهو جاي من الطريق واحد طلع عليه بالنار وضربوه بالنار وعشان خاطر يتعاطف الناس معاه. وفعلا الناس اتعاطفت معاه، كانت خطه وكانت يابه تمام يعني، كانت يابه حلوه. انما اي انجازات ما اظنش. والفلوس دي ما تعرفش كان بيجيبها منين، مصدرها ايه الاساس يعني؟ اما في حمله انتخابيه يصرف له مثلا 20 مليون جنيه بيجيبهم منين؟ واحنا نعرف ان ايمن نور دوت من نبروه من المنصوره والعيله بتاعتهم اغنياء بس مش للدرجه دي. خلاص عاش ليه لازم عندنا، ملوش اهتمام بيه. ليه ناس ناس، ليه ناس ناس. الغلابه اللي زحلت متربيين في المنطقه هنا نروح نتحايل عليه على اي حاجه، ما بيهتمش بحاجه. باين هو طبعا يقول لك ايه الدكتور ايمن نور دكتوراه في ايه دوت، يقول لك دكتور ومحامي وبتاع ومحامي كبير وبتاع. هو راجل لا دكتور ولا محامي ولا نعرف عنه اي حاجه، ومجرد واحد جه دخل النظام. طبعا اكيد طبعا ماشي على اردوغان التركي، النظام التركي والنظام بتاع قطر وبتاع، لانه طبعا النهارده هو عايش في الدول ديت. الحاجه الوحيده اللي عملها في الدايره اللي هو القاعه اللي كان عملها في الميدان ديت ومسميها باسمه، ولا عمل فيها حاجه كويسه ولا بيعمل فيها اي حاجه، والقاعه شغاله مع الناس هنا عادي ويعملوا فيها افراح وبتاع، لكن هي اصلا شغل كله نصب وكل احتيال على المنطقه. راجل هجاز ما عملش حاجه، عمل بتاع قاعه افراح بس بيلم فيها الناس علشان الناس تيجي تعمل افراح فيها وخلاص على كده. لكن دور على هو عمل حاجه، ما عملش حاجه كخدمات، لا ما عملش خدمات، لا هو بس كان دعاية انه هو يوصل للسلطة بس، غير كده لا. هو دي هويته معروفة، يعني ما فيش انجازات. هو كان كل حاجة شوية طبعا هدايات والناس غيابة مثلا ممكن عشان خاطر ياخد اصواته في الانتخابات، انما هو كبني ادم كذاب مش صريح، من نوع مياوع. هو ايمن اي يبدو وحش، يعني اي وفد وحش هو اي منه. انسان يغلط في بلده ويغلط في وشه، هي عملته بني ادم ووصلته اللي هو فيه ويغلط فيها ملوش اي ساعه. لو شفته في الشارع اديله على قفاه ومش هيقدر يتكلم معايا. ايمن نور هو خسر نفسه، هو كان عايش في مصر سلطان زمانه وكان مسموع، وطلع بره خسر نفسه وخسر الدنيا. لا والناس فاكره يعني الموضوع ده بقاله سنين، الناس فاكره كويس قوي كان اداؤه ايه لما كان في باب الشعر. انتخابات 2005 شوف فايت كام سنه، يعني فايت ايه 14 سنة. وعشان كده اللي بيتكلموا لو خدت بالك ناس كبار في السن يعني شعرهم ابيض فهم متذكرين كويس الطريقه اللي كان بيتعامل بيها. خد بالك بقى من لقطه لطيفه جدا، انت خدت بالك ان هم اتكلموا على قاعه الافراح وقالوا هي لحد دلوقتي مكتوب عليها اسمه، يعني بكل اللي اتعمل ده في القناه التي يملكها ومفيش حد راح مسح الاسم اللي موجود. ليه؟ لان هو اللي عمله بس خلاص، يعني لن يغبن حق حد في المساله. لكن في خلاص قال لك ايه وين هو ايه اللي بيحصل يعني، ما الناس خلاص برضه بتدفع رسوم عشان تعمل فيه. لكن هنقول ماشي بناها هو، لو افترضنا انها ما كانتش بس السعي في التصريحات وانه دفع فلوسها من حر ماله زي ما بيتقال، فهفترض ذلك ما حدش شال اسمه يعني، ولا حد مهتم لا يشيل اسمه ولا يحط اسمه ولا حد مهتم بيه من اساسه. وادي اراء الناس اهي بتقول يعني، دي اراء اهل المنطقه. تمام. انتهازي ده عاوز الدم، ده عاوز الدم. انت بقيت عار على الفاشل، كفايه كده. اردوغان بيقوي وخاصه بتدفع، يكفي ان وهاريكم متبريه منكم، مش عاوز يبقى ليه علاقه بيه. ده يعتبر ارهاب ومش هيندفعوا في مصر. اسم محمد طارق، اخواتي كلهم محمدات، سته محمد، اسم مركب يعني اسامي مركبه كلها، وكلنا ورا بعضنا بسنه بسنه ورا بعضنا بسنه. هو رقم ثلاثه في الكشف، رقم ثلاثه معانا الاخوان، يعني محمد وائل، محمد علاء، محمد ناصر. جيب ثوره عامه جاب 50%، انا شهدته معايا جوه، شهدته معايا جوه. فالمنيا جامعه المنيا كانت فاتحه قسم في الجبيله قسم نحت اول سنه، فطلبوا الناس اللي طلبوا ان يدخلوا اللي عاوز يقدم يقدم، هو قدم. بالتالي جاب، لان هو كان ما فيش حد في قطاع الصعيد، 50% جاب دخل قسم نحت. محمد نصر عاش حياته عادي، ما فيش حاجه خالص، ولا اخوان ولا يعرف حاجه اخوان ولا اي رقم بيه.
بالعكس ده كان عظيم كلام يعني بنوبة بعض العادات يعني مزاج يعني عادي مش بشكل خالص أنا بكلمكم بصدق والله بصدق. وهو نفسه كان بيروح مصر كان بيخش بيروح كازينوهات في مصر أنا بكلمك والله بكلمكم بصدق 25 هنا جامد هو قاعد في البيت قاعد ما عملش حاجة خالص نهائي ولا شرب مصورة ولا راح التعليم قاعد في البيت وعايز مش بشكل خالص فجأة وبين مقدمات محمد الشرف في قناة المجد شوية وما لقيناش محمد في الفشل خالص فودينا بمحمد في قناة الشرق وفي قناة مكملين أو القناة اللي هو بيشتغل فيها بيسب في الناس وبيسب في الرئاسة وبيسب في الدنيا كلها لأن ده موليد بجنوبة أردوغان وقطر أردوغان بيقوي وقطر بزفع فشارك لنا نزل سلم عليا ومش عارف فيه وولاد وبتاعه ومشي بعدها مش فيش تاني من شهر 9 هو سافر على تركيا شهر 9 انقطع الصلة تماما بيه نهائي سواء بقى برغبوته هو انا مش عاوز اتكلم معه مش عاوز يبقى لي علاقه بيه لان اللي عمله ده لا مش صح اللي عمله ده بيهدف الدوله ده عاوز الدم وش هيندفروا هنا ومش هيندفروا في مصر هيندفروا بره مين اللي قابل يسافر في مصر؟ هسيبك ما يندفروش في مصر احنا بصراحه احنا مش موافقين على محمد ناصر اللي بيعملوه ده خالص لان احنا بنحب بلدنا وعايزين بلدنا تعيش في امان وفي سلام فهو اللي بيعملوه طبعا ما حدش يوافق عليه لان ده يعتبر ارهاب انتوا بتقولوا الكلام ده كنت انت ولا معتز مطر بتقولوا الكلام ده وانتوا بره قاعدين واكلين شاربين تحت التكييفات بتاخدوا بالدولارات خدت مراتك خدت اولادك يعني اردوغان مش هيقعد لكم كتير موزه مش هيقعد لكم كتير هتيجي وربنا هيوفق والبلاد العربية هتنضم لبعضيها وهتتحب مع بعضيها وهتبقى انتوا العبر عبر المخاريج ربنا محمد ما كانش بيصلي نهائي ما كانش بيدخل جامع يعني مش هقول لك انه وبعد كده بيحب يطلع على كتف اي حد في الدنيا وده طلع على كتف اخواته يكفي انك انت لو موت هتموت غريب فانت اخواتك هيروح يجيبوك هيعملوا لك جنازة مثلا في الفشل ولا حاجة لا والله أهله ناس كويسين جدا وناس طيبين جدا وناس محترمين جدا وطول عمرهم من شغلهم لبيتهم ومن بيتهم لشغلهم أخواته وأعمامه وولاد أعمامه وكل الناس دي كلها حبايبنا دي كل الناس دي يعني ما تخيلش إن الناس دي طيبة وإن يطلع واحد زي ده يسوق السمعة دي كفاية كده اللي أنت بتعمله ما تشتمش مش عارف أنت بتشتم في مصر ده إحنا ده مصر الناس كلها يعني بتتباهى بمصر واحنا لازم نتباهى بمصر وبالمناسبه محدش بيسمعك يعني حتى اللي بيقلب على القناه بتاعتك انت ولا زوبع ولا الجماعه دول ولا معتز مطر خمس دقايق بترجع تاني وبعد كده حركاتكم ما في الجوسه كلها ده سابقنا في مشاكل كتيره يعني ووقف حياتنا كلها وانا مش واقف حياتنا احنا بس ده واقف حياه البلد يعني كل اللي بيعملوه دوت بصراحه تهديد للبلد قبل تهديد لنا في البيت نفسه كمان خايف لو قلت خايل تم ايه؟ واحد خايل وارهابي تم هو ارهابي ما هو الباب ده ارهاب هو الارهابي ظل بس ما هو فكري في ارهاب سياسي وارهاب فكري وارهاب هو ده نظام الارهاب لكن انت عشان تغير معتقداتي وتحرض المواطن على الدوله هو ده ارهاب قابلت واحد ارهابي تم ايه؟ انت حضرتك بلاش على شكل اي واحد ارهابي تم ايه؟ تضرب الجزمه معتز يطلع يقول لك انت مش لوحدك بنبص نلاقي عيل صغير عنده 6 سنين محافظينه كلمتين وبيقول كلمتين انت مش لوحدك محمد ناصر اتغير بسبب الفلوس يعني واحد بيدوله حزمة دولارات وتعالى قول اعمل وقول وودي وقوم الكلام ده كله انت فايدة الفلوس اللي انت معاك محمد ناصر وانت مش عارف تتمتع بيها فايدة الفلوس وانت مش عارف تشوف اخواتك ده اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في اي حد تاني من حظي مالوش عصر سيسي من حظي حصل حلو وناش عصر السيسي لأن الرجل ده دلوقتي مش هتعرف كلمة عليه الرجل ده بعد فترة هتعرف هو عمل ايه هتعرف البلد دي كانت راحة فيه منين ولما هو عمل ايه الرجل ده ضعف ايه عشان البلد توقع عليه هشام عبد الله هيروح مننا فين فيديوهاته جايه لكن دي كانت فيديوهات محمد ناصر اهله وجيرانه واهل بلدته الحقيقه ان هم مستائين للغايه من أدائه على هذه القنوات وأراءهم فيه الحقيقة أكتر من يعني عارفينه بقى أهله سيء سيء مش عارف هو التي لسه بيطلع محمد ناصر ولا يعني خلاص بقى يختفي بقى اسمه كلام بيطلع يعني كل يوم بيأجز طيب لا ما بيأجزش
طبعا. هو على فكره يعني كان في بعض الاراء كده كمان كان بيتكلموا عن اسلوبه او اداؤه او عاداته قبل ما يروح قناه مكملين، وهي متسقه شويه مع ما يفعله الان الحقيقه للاسف مع الحاله اللي موجوده دي. يعني احنا شفنا انه زي ما قالوا وقف حال البلد، وقف حال اهله، وقف حال عيلته، وكلهم متبرئين منه، وواحد قال في الاخر ده خاين وارهابي. اعتقد انه يعني تفتكر الحاجات دي بتاثر فيهم يا يوسف؟ لا خالص، ما لا اظن على الاطلاق، اصل دول اهله وجيرانه، هو مرات اخوه يعني. خد بالك ان كل اهله او جيرانه تحديدا اهله اتكلموا على انه هو صلته بيهم مقطوعه من اللحظه اللي قرر يسيب فيها مصر. يعني وعلى ما يبدو ان هو اللي قطع هذه الصله، يعني ده اللي هو بقى مش من مشغول الكلام. هو مش مشغول باهله خالص. واذا كنا احنا قبل كده سوا عرضنا المكالمه الهاتفيه اللي تمت ما بينه وما بين اخر على موضوع الفلوس والتقسيمه والنهبه والسرقه، هي 30 مليون واحنا هئ بالظبط كده. هو الراجل مش مشغول غير بكده. لا مشغول لا باهله ولا برأي الناس منه فيه، ولا الموضوع ده يعني تحت اي ظرف من الظروف. هو اللي يهمه دلوقتي الهئ، الفلوس قد ايه. وده مش بعيد خالص عن نفس طريقة الكلام بتاعت ما بين رجب طيب اردوغان وبلال رجب طيب اردوغان ابنه في العشر دقايق اللي احنا سمعناهم، اللي هي تقريبا اربع او خمس مكالمات داروا خلال يومين او ثلاث ايام على مسألة ازاي هيقدروا يخفوا الفلوس اللي اتنهبت لو في اي. خد بالك كمان كانت الفلوس في البيوت، وفي بعضها كان في بعض الحسابات البنكية طبقا للمكالمة. الفلوس اللي في البيوت دي ان افادت انما تفيد بالقطع ان الفلوس بالتعبير المصري اللي ماشي اليومين دول دي فلوس شمال. فانت خايف تحطها في البنوك لا يتم المساءلة عنها او يتم التحفظ عليها، فبالتالي كان خبي مش هتقدر تثبت مصدرها، فرغ البيوت من الفلوس اللي فيها. اما بالفلوس اللي موجوده في البنوك فاحنا كان فلان عندنا ليه عندنا فلوس ادفعها له. وطب احنا هنروح نشتري مش عارف شقه في مشروع مش عارف كان اسمه شهرزار حاجه كده يعني، مش متذكر الاسم قوي الى اخره. فنفس التشكيل العصابي بمنطلقاته الفكريه وبطريقته هو اردوغان وعائلته، نصر وصديقه بالظبط. طيب هشام عبد الله ممثل بيشتغل في قناة الشرق، مين هو هشام عبد الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اليوم اللي كتبتها من مصر. وهو اساسا ما كانش ليه لازمة، اخدها الكومبارس احسن منه، بس كل حاجة فلوس يا هشام، هي الفلوس هي اللي خيرت. الحاج يحيى عفيفي مقيم هنا من 59 سنة. هشام عبد الله من أول ما سكن هنا. سكن هنا من سنة كام تقريبا؟ سكن من سنة حاجة و80، يعني 86 88. كان هو لوحده الأول ولا مع أسرته؟ لا كان مع أسرته. هو بيتطاول على مصر ومصر مش هتسيبه ومسيره يرجع، ومصر جاية لقدام قدام قدام قوي. وإن شاء الله ما فيش حد بيشتم في مصر أو بيتطاول على مصر إلا وهيرجع، وكل واحد ياخد حقه، ومش هنسيبه لنا ولا أي واحد مخلص للبلد دي مش هيسيب هشام عبد الله. مين هو هشام عبد الله؟ أنا أم صلاح أرملة. أنا هنا من سنة 69 جاي عروسة هنا من 69. البيوت دي كلها ما كانتش موجودة، اللي برد الفيصل ده كان كنا بنعدي بترعي الحتة تانية. اشتغلت مع عفاس جارتي، صباح الخير صباح النور جاري، بقول لك بيتها حسبنا الله ونعم الوكيل. لو تشتم يا هشام يا ابني في البلد يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل انك تربيت في مصر انت ولادك ومراتك. هقول ايه؟ هقول ايه يا ابني؟ ما اعرفش ايه اللي قلبك يا هشام يا ابني، ايه اللي قلبك ورحت هنا ورحت هنا؟ ايه الفلوس ايه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ بلدك بلدك يا هشام يا ابني، مصر ده الكل بيقول مصر 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 في ايه؟ محمد رزق انا من فيصل. تحب تقول لي ليه هشام عبد الله؟ انه خاين وعميل لقطر وتركيا. طبعا ما كانش ليه اي دور ولا اي حاجه في السينما ولا بتاع الكلام من ده، فيعمل ايه؟ يخش في اي حاجه شغال فيها او يخش في اي حاجه تجيب له قرش، فهو اللي سلك الطريق الغلط. ممثل فاشل وما عرفش يمثل، اخدها الكومبارس احسن منه. ايوه فلوس غير اللي انا شايفاه بقى. انا بقى فين دلوقتي؟ ليه؟ ليه؟ ليه يا هشام يا ابني ليه؟ ليه؟ ادخل ولادك مهددين وسابين بلدهم ليه؟ انا بستغرب والله العظيم يا ابني. انا بلدي انا
انا تراب بلدي كانت مامتي تعبانه وانا في الجامع هنا هب بكسب وجايب امه على عجله عشان نكسب عليها بس كل حاجه فلوس يا ابني. وهو اساسا ما كانش ليه لازمه ان هو يعمل كده، هي الفلوس هي اللي غيرتها. هقول له بلدك انا يا هشام والله العظيم ثلاثه بلدي تراب بتاعها الحس. شوف انا لا عندي شقه ولا عندي، انا ساكنه في شقه ب 9 جنيه. ما اقول لك شوف من سنه 69 اقول له هترجع 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 ومصر جايه لقدام. اقول له بكره تندم، بكره تندم على تراب بلدك دي، بكره يندم على تراب بلدك. تراب بلد بلد عبد الفتاح محمود الحسيني من المطبعه من هنا شارع التكافل. شفت يا هشام عبد الله؟ اه طبعا شفت. والله هشام عبد الله يعني غلط لما اساء لمصر والرئيس مصر والشعب المصري كله، وهو دلوقتي شايف نتيجه عمله في تركيا، لان طبعا الاخوان المسلمين سايبينه هناك لايز دلوقتي. هو اللي غيره اللي خلاه اخطا ان هو دخل في مكان او التزم بتنظيم هو ملوش علاقه بيه اساسا يعني. لا هو ما كانش اخواني، لكن هو اللي حط نفسه في الوضع الغلط ده. هو بصراحه شيء مش كويس يعني ان هو يعني يهاجم البلد اللي هو متربي منها، ما ينفعش غلط. معقول الفلوس يعني لما حد حاله ما يمشيش في مجاله يقوم كده يبيع نفسه لاي حد يقول له تعالى اشتم في بلدك عشان تاخد شويه فلوس لان حالك مش ماشي؟ هم خلي بالك طبق على كذا حد ده كتير يعني، هم ثلاث ارباع غير المذيعين يكون يعني. كلهم يعني بنفس الموضوع. اولا انت لو جيت بصيت عليهم كلهم دون استثناء واحد يذكر، ولا واحد فيهم حقق حاجه في اللي هو بيعمله يعني، ولا واحد فيهم مثلا لو افترضنا ان هو اختار السياسه مجالا لحياته وتبقى هي دي ركيزته الرئيسيه بصرف النظر عن لقمه عيشه بيجيبها منين، هتلاقي ما حدش يوم حقق حاجه في السياسه. طيب واحد فيهم اذا كان قرر انه يتحول الى مذيع فما تحققش كمذيع، شخص غير متحقق. واحد قرر انه يبقى فهو غير متحقق. ممثل غير متحقق. صحفي غير متحقق. الخ الخ الخ. هات لي واحد واحد في الشرق او في مكملين كان متحققا في مجاله ولو بقدر ضئيل تحقق. يعني لما الناس تشوفه كانت تقول لك اه ده فلان، ده اخرهم يقول لك مش ده اللي كان طلع في مسلسل فكرني ايه كده اهو الطريقه دي اهو باين مش هو ده صحفي فين ده حاجات كده حزب ايه ده دي هم دوروا على كل ده وكل طبعا. الشهره دي في الاماكن اللي راحوها للاسف بس اتشهروا بطريقه سلبيه ومهينه مصفة. ومشينه. حمزه زوبع، حمزه زوبع واراء الناس فيه. ما عندوش ولاء لبلده، ما عندوش ولاء لنفسه. اللي يغلط في بلده ويجي على بلده يبقى خاين طبعا. فبلدنا ما تستاهلش ان حد يشتمها. ما بنصدقوش. اي حد بيطلع ما حدش بيصدقه. لو هو قدامي هرعه بالجزمه. ما بشوفوش بقى اللي على الوش والوجع الدماغ اللي بيحصل، اللي بيحصل منهم ده. حمزه زوبع علاقتي ان كان جار من جيراننا واهله ناس طيبين، ابوه كان راجل بيعمل عنده صالون حلاقه، ووالدته كانت ست طيبه محترمه كانت بتبيع ذره وتبيع علافه وادواع علافه، وهو كان شاب في منتهى الادب والاحترام، ما شفناش منه حاجه وحشه. لكن بعد الهوجه بتاعت الاخوان المسلمين ظهر هو ومحمد البلتاجي كانهم كيانات اخرى. ظهروا كانهم كيانات اخرى. ما كناش متوقعين ده كله منهم. كنا بنثق فيهم وبنصلي وراهم وبنمشي وراهم، ولما لقيناهم بيدعوا الناس الى التكسير والتهجير والحرائق وهو خلاص يعني ما بقاش هو اللي نعرفه حمزه اللي كنا نعرفه. انا كنت اسمع عليه وكان من ايام ما كان في كليه الطب هنا. انما بعد كده ساب المنطقه ومشي، ما بشوفوش بقى اللي على الوش والوجع الدماغ اللي بيحصل منهم ده. من جيراننا يعني مش يعني هو كده يعني اتعودت بنفس الشارع، بس هو في اخر الشارع ما نقولش. ده الاول كان 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 كويس، دلوقتي من ساعه ما الثوره اتعملت هو ربنا يسامحه وربنا ياخده. بامانه ربنا يعني من ساعه اللي احنا بنسمعه في قناه الجزيره دي والقناه بتاعته دي الزفت الدين دي كده ما ينفعش. اي واحد يتكلم عن مصر يبقى ليه ادب وسافل. مش ما يخش مصر. من بعد الثوره بقى حمزه جديد، حمزه اللي ما نعرفوش اللي احنا مربيينه. بقى حمزه كاره البلد، كاره الدوله، كاره الحكومه، كاره البلد كلها.
ما فيش انتماء للبلد، ما فيش اي حاجة يعني كويسة للبلد. سنة 90 دخل المجلس المحلي هو ومجموعة من الشباب الاخوان ونجحوا، وكنا بنتحشم فيهم خير، شباب صغيرة وما كناش نعرف ما وراء انتخاباتهم ايه، ان الاخوان هم اللي بعد عاملينهم، هم اللي مدعمين، هم اللي بيدعموهم. ما كناش نعرف حاجة عن الاخوان خالص، احنا كشباب كنا موجودين في المنطقة ما نعرفش حاجة عن الاخوان، الا فوجئنا بيهم في 2010 الطيارات الهدامة دي اللي هدمت مصر وخربت البلد. طبعا غلط اللي هو يغلط في بلده وأهل بلده، طبعا تولد فيها وتربى فيها وكان من الخيرة. طبعا ما ينفعش اللي انا اجي على بلدي في اي ظرف من الظروف، تعلمت فيها وربيت فيها. طبعا لو هو او اي حد يشتم مصر يبقى يستاهلش انه يكون مصري. على كل رسالة اتق الله في كلامه، اتق الله في كلامه بس، عشان هو متربي في البلد وعاش في البلد وخد مؤهل من البلد، ويحترم حقوق نفسه شوية بس شوية لشعبه، لانه من يسيره برضه انه يرجع بلده. يتقي الله في بلده، ما تسمع كلام الناس اللي من اهلك ومن حتتك، اتقي الله في بلدك يا اخي. حمزة زبع؟ ولا كل الزوابع وكل الحمزة والعصير؟ ما حاجه بتبقى غريبه والله العظيم. يعني سيبك انه حمزه بالتاكيد طبعا، او الدكتور حمزه زبع هو بالتاكيد طبعا جزء من تنظيم الاخوان، بس الحقيقه يعني الوحيد اللي موجود عندهم طبعا لو ما بيشتمش ومش عارف ايه ليه كده افيهات. كان مسلي. مسلي روحك بالضحك. يعني ده لازم يعمل برنامج كوميدي بقى. ما هو البرنامج بتاعه قلب على كوميدي فعلا، بس للاسف كوميديا سودا. احمد عطوان كنت لسه بسالك والله، يعني ما ده نموذج برضه للشخص غير المتحقق، يعني ما حققش اي حاجه في حياته ولا ليه اي اهميه على الاطلاق. يلا يا جماعه اطلع على تركيا، يلا انا معاكم يا رجاله، شد الرحال. الفلوس حلوه، الفلوس حلوه، خدوه. اطلع بالفيديو. ليه راجل باع وطنه وسافر بره؟ من جره طلع لبره. والدته تبقى قريبتي. اعرفه شخصيا وجيراننا، ونعرفه معرفه شخصيه كمان. اسوأ حاجه في الانسان انه يظن على بلده بعد ما بلده تربيه. والدته تبقى قريبتي. احمد عطويل هو صغير من دور اخواتي، يعني الجيل اللي احنا سابقين ليه. إنسان هو خد بكالوريوس علوم ولكنه لم يسلك، وخد الصحافة، وخصوص الصحافة الصبرة ديت لمعت عندنا فترة من الفترات اللي فاتت دي، كانت لمعة. وكان عمل جورنان اسمه صوت الغربية، وكان بيحتوي الناس. يعني سيادتك رجل أعمال يجي يقول لك أعمل لك إعلان، يعني أحوش عنك الأجهزة. ما انت عارف رجل الاعمال ده بيبقى رجال الاعمال بيبقوا جبناء. ثانيا راح تقرب للسيد المحافظ، اجتماعات نلاقيه موجود معانا على سنه صحفي وبيصور، يعني في كده طبقه ركبت الموج. فهم الحقيقه سلكوا سلوك سيء، والسلوك السيء ده بان قوي بعد ما الاخوان وصلوا للحكم. بداوا يحسوا ان هم مركز القوه، وبداوا يوزعوا السلطات بقى، حتى ما كانش ربنا كرمنا وما تنفذتش. واحد يبقى عاوز يبقى محافظ، واحد عاوز يبقى وزير، واحد عاوز، هم كلهم بينوا وبين بعض كده. اقول له حرام عليك، اتق الله بلدك، بلدك كويس. هو كان محرر او كان كاتب صحفي صغير وبيلف على المصانع والشركات ورجال اعمال يقول لهم انا هطلعكم فوق واكتب لكم واعمل لكم اعلانات وهطلعكم فوق او مقابل مش عارف. من جره طلع لبره. الأسلوب كله غلط، فغلط فغلط. اللي ما يغيرش على أهل بلده واللي يخاف على أهل بلده يبقى زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو ديوس. الفلوس من بدروم لفيلا في البلد، لعمارة، لفيلا في تركيا، لعربية، لحاجات كتير. اللي بيصلي واللي بيصوم عمره ما يغلط ولا يشتم ولا يكذب ولا ينافق ولا يشتم أهل بلده. ونعرفه معرفة شخصية كمان، وأهله هنا ناس محترمين كلهم. بنقول له ارجع لمصر زي وعيش في وسط مصر زي ما احنا عايشين. الفلوس بتغير أي بني آدم، بس مهما تغير البني آدم ما تغيروش عن بلده. حتى لو ما معكش اقعد وعيش في وسط الناس اللي عايشة، إنما نقعد ونشتم، نقعد بره ونشتم الجيش بتاعنا ده. يعني أنا واحد كنت في الجيش، انت ما تعرفش هما بيموتوا ازاي، ده حقيقه والله.
انت ما تعرفش ما بيموت ما بتعرفش بتعبه ازاي. راجل زي الماسك البلد السيسي ده الله يديله الصحة ويبارك له، نشأ البلد من جديد كلها. انا راجل ولا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب، بس على انا شايفه في وضع بلدي دي راجل باع وطنه وباع بلده. تعرف الموضوع؟ اعرفه شخصيا وجيراننا. شيء اسلوبه اتغير من الاسلوب اتغير، دي حاجات اتغيرت. يا ريت وقف جنب ولاد بلده ويا ريت يساهم مع عيله غيتيمه ولا ساعد مع اي حد. ما فيش الكلام ده، ليه راجل باع وطنه وسافر بره. مين اللي بيستفاد منه دلوقتي؟ بره الخاينين اللي هم شبهه هم دول اللي معاه. انا بقدم رسالتي ديت، ولا انا قابض منك ولا قابض من اي مخلوق، ديت حاجه انا بقولها من جوايا وبقولها على الملا. انا بلدي ودولتي ابدالي من اي شيء. من يمه اهله واخواته مرتاحين وعربيات بتيجي شايله عفش متقفله من بره. حزب وطني ده الاول فعلا ده من فتره ديت، وكان شغال في الضرايب واخد بالك، وانا عارف كل دوه. والله انا قلت استاذ احمد عطوان والاستاذ معتز مطر والفريق اللي هو اللي خان مصر، المفروض دول يعدمهم في ميدان عام. انت لو رجاله فعلا تيجوا مصر وتهاجموا مصر وتشوفوا احنا هنعمل معاكم ايه. احنا تهددنا بالاغتيال فعلا في 2012 و2013 في اثناء الثوره، انا تهددت شخصيا للاغتيال وضرب النار فعلا، عشان احنا عايزين مصر، احنا مصريين وبنحب مصر فعلا وعايزين دايما مصر تكون في خير، وخير اجناد الارض هي مصر. انا عن نفسي لو ما يهددش بضرب النار او الاعدام انا هقتله. قول له عيب البلد ما تستاهلش منك كده، راجع نفسك وحاول ترجع للعقل الكويس تاني. وانا كنت زميل ديك ليك يا استاذ احمد لما كان اسمك رمضان الاول وغيرت اسمك سميتك الاستاذ احمد، وكان اشطر واحد في فصلي، وبعد كده مسك رزق حط الله في جامعته احنا كلنا كنا مبسوطين له. بعد كده اشتغل في جيل مسلم وكان نجم ساطع كنا مبسوطين له. بعد كده مسك مجله وكنا مبسوطين له. لكن لما بدا ينحرف ضد بلده لا طبعا نقول له لا لحد كده وكفايه، كنا اهلنا على قد حالها وعايشين عادي. لكن هو خدوه سواقوه لحسابهم، سواقوه لحسابهم ضد بلده، ده اللي اقدر اقول لك عليه. هو احمد عطوان، انا كلامي كله على احمد عطوان، انا كلامي كله دلوقتي على احمد عطوان. راجل اساسا لا قيمه ولا اصلا الاسلوب ولا ادب ولا اخلاق. يا عم انت راجل سلكت سلك الاخوان او سلكت سلك تاني خلاف السلك الازهري، واخد بالك؟ خليك مع نفسك، خليه لنفسك، لكن ما تمشي في البلد وتشتم في الرئيس وتشتم في الحكومه، واخد بالك؟ الكلام ده كلام مش مظبوط، وانا بتمنى من الله ان هو ما يرجعش خالص عشان يستريح منه، لان هو مش هيبقى له وجود في وسطنا اساسا. انا اتعاملت معاه طبعا، هم كانوا شغالين بدور من سنين فاتت ان هم عشان يمهدوا للشعب، والكلام ده كان دور جميل ومحترم، والجوامع والمساجد والكلام ده لحد ما ظهروا الحقيقة. والله يا يوسف احنا مش خايفين على مصر، لما بنسمع الناس قد ايه واعيه قد ايه فاهمه بنتبسط جدا وبنحس ان الدنيا بالظبط. الناس عارفه مصلحتها مش احنا اللي هنعلمهم مصلحتهم الحقيقه، ومش ناسيين يعني الناس اللي مشيت من سنين من هذه المناطق فاكرين كويس قوي هم عملوا ايه، فاكرين عملوا ايه وسلوكهم ايه. ده قال لك احمد عطون ده كان اسمه رمضان زمان، كانش بيحب اسمه فغير الاسم او مش عارف ليه، جميل ماله رمضان معرفش يعني مش عارف. هو انا بالنسبه لي اجمل حاجه حصلت النهارده حاجتين، طبعا احنا اتنين سوا فانا سعيد انا موجود معاك ربنا يخليك. الحاجه الثانيه الفيديوز والمكالمات الصوتيه اللي تم عرضها النهارده، واللي بفتكر انها يمكن من اهم الحاجات اللي لازم تستخدم ان لم تكن اهمها على الاطلاق ضد رجب طيب اردوغان. الحاجه الثالثه انه نقدر نقول انه الاعلام المصري عموما في شكله العام او الصحافه المصريه في شكلها العام على الاقل في الثمان ايام اللي فاتوا دول استعادت لياقتها 100% واتحولت من المدافع وصاحب رد الفعل الى موجه الضربات والمدفعيه الثقيله وصنع الخبر الحقيقي. فعلا فعلا احنا ما فيش عندنا ولا خبر طلعنا اعتذرنا عن عدم دقته ولا انه اصل بقليل من البحث ولا اصل كان خطا تقني ولم نتحرى الدقه ولا في حد مسك خبر او فيديو او صوره كانت غير دقيقه. صحيح، نورتني يا يوسف. النور نورك، منوره باصحابها زي ما بيتقال. ربنا يخليك. شكرا لك يا شادي، نشوفك على خير ان شاء الله بكره. مشاهدينا احنا لسه معاكم في اكسترا نيوز بعد دقائق قليله، موجز لاهم الانباء. شكرا لكم والى اللقاء.